يا ربي. يا نفوخي يعني. ماي سولي تعالوا يا ولاد ميتنج. تعالوا يا حبايبي عايزاكم في موضوع مهم. اقعدوا. عارف انا الدخله دي؟ عارفه يا مامي انا لو ما كنتش ابنك هقول انك انت هتطلبي الطلاق بالتلات. ولد انا نفسي افهم بتجيب الكلام ده منين؟ بتجيب اللماضه دي منين؟ انت بتزوغ المدرسه وبتشتغل تبعه على ميكروباص؟ يوه بقى هنقعد نهري في المهري ونلت في الملتوت ونشلت في الشلوت. مامي هو انا مش متهيئ من السؤال ده؟ حضرتك ايه بقى؟ انت خليت فيها حضرتك؟ ده انت اللي هتاخد بالستين شلوت. ها خلصتوا الجو بتاعكم؟ تحب اجي لكم في وقت تاني؟ شو؟ يا بنتي حرام عليكي، وانا هلاقيها منك ولا منه؟ ها يا مامي وات ايفر، عايزانا في ايه دلوقتي؟ وات ايفر؟ وات ايفر يا مي. انا مجتمعه بيكوا دلوقتي علشان اقول لكم ان انا اخيرا دفعت مصاريف المدرسه. مش هتكلم خالص عن الطابور الطويل اللي وقفت فيه لحد اما رجلي اتبرد. مش هتكلم خالص خالص عن الشمس اللي قورت نافوخي، ولا هتكلم عن ال 4000 جنيه الزياده اللي انا دفعتهم لكل واحد فيكم. كل ده مش هتتكلمي؟ امال لو اتكلمتي بقى. مي تريقي عليا بدل ما تقولي لي ثانك يو يا مامي على تعبك. مامي من الاخر لخصي، بلاش شغل ريهام سعيد ده، عايزه ايه يعني؟ لخصي وريهام سعيد؟ يا رب الرحمه من عندك يا رب. طيب هلخص يا حبيبي. عايزه اقول لك يا حبيبي ان الفلوس اللي بابي اداهاني عشان نجيب بيها حاجه المدرسه كلها راحت في زياده المصاريف. بح. يعني ايه يا مامي؟ I don't get you. You don't get me, I will tell you. قبل يا مامي وتردي وتقولي ان احنا ما ينفعش نجيب حاجات جديده للسنه دي للمدرسه، احب اقول لك ان انا عارف كل حاجه عن كرتونه السشوار الفاضيه اللي في اوضتي. ولد انت بتفتش في حاجتي؟ انا يا مامي انت تعرفي عني كده؟ انت اللي حاطه البوكس بتاعك جنب البوكس بتاع الايباد بتاعي، فانا رحت عشان اجيب الشاشه فشفتها بالصدفه. ويا ترى لقيت ايه بقى في كرتونه السشوار دي يا سولي؟ فلوس ياما يا بنتي، مامي هتلاقيها كانت مخزياها على جنب، الفلوس دي تكفينا السنه دي والسنه اللي جايه واللي 10 سنين قدام. والله عال، والله عال. ما هي دي يا حبيبي الفلوس اللي بابي كان اداهاني علشان ادفع منها المصاريف واجيب منها حاجه المدرسه، كلها خلاص بح. وبعدين انا ما قلتش مش هنجيب حاجه للمدرسه السنه دي، انا بس بقول ان احنا نمسك ايدينا شويه. ده اللي هو المفروض ازاي يعني؟ يعني اللي اقول عليه اوكي يبقى اوكي، واللي اقول عليه لا يبقى لا، من غير ما ابرق لكم لحد اما عينيا تطلع من وشي. لا يا ماي بليز، كله الا التبرئه. بس يا مامي على الاقل الكوتشي الالعاب يكون ماركه. بنت احنا قلنا ايه؟ انت مش طبال ولا زمار. خمس ايام بيلف يدور عليك في البلد زي المجنون لما حالته بقت تصعب على الكافر. اه هو اللي بعتني هنا. عايز يشوف الضرورة. يلا ملبس معايا ونزل. مامتك فاهمه ان انا جاي بالشغل. علي. علي. زميل سعيد. علي. ايه؟ نعم في ايه؟ انت نمت يا حبيبي؟ لا بتفرج على خلي بالك من زوزو، قربت اغمض عيني خلاص. طب بقول لك ايه يا علي؟ عايزه فلوس الدروس الخصوصيه بتاعت الولاد. أنا مش لسه مديلك 70,000 جنيه؟ 30,000 جنيه لكل عيل و10,000 جنيه علشان اليونيفورم والدروس؟ يا حبيبي اديتني، كتر خيرك. بس وأنا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. مش إدارة المدرسة زودت 4,000 جنيه زيادة لكل عيل علشان صيانة الباصات؟ وفضل 2000 جنيه كملت عليهم وجبت حاجة المدارس. أعمل إيه يعني؟ أقطع نفسي عليك؟ لا، أقطع أنا من لحم الحي. ما هو أنا بقع أم الفلوس دي كلها في مدارس خاصة ليه يعني؟ وأنا المفروض أعمل إيه يعني يا علي؟ أعمل إيه؟ مش كفاية خليتهم ما يبدأوش الدروس الخصوصية من الصيف زي أصحابهم عشان أوفر لك؟ وبعدين أنت عايز إيه يا علي؟ عايز المدرسين يستقصدوهم ويضيعوا مستقبلهم يا حبايبي يا البابا. لا بس 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 يا أختي، بس بس يا أختي، بس يا ندابة بس. خلاص عدي عليا بكرة في المكتب بعد الدور أكون اتصرفت في الفلوس. طيب يا حبيبي استنى بس، كنت عايزه اقول لك حاجه تانية. هتندبي على ايه تاني؟ انجزي. لا لا مش هندب خالص، اصل اداره المدرسه قالت ان الباصات يعني مش نافعه خالص، متبهدله خالص من تحت. متبهدله من تحت؟ هي عندها تسلخات؟ دمك خفيف يا غلبوس. لا يعني
هما هيحتاجوا يعني اسبوع تقريبا علشان الصيانه وكده، فاول اسبوع بس هتودي وتجيب الولاد من المدرسه. يعني انا ادفع مصاريف صيانه زياده فوق فلوس الدروس، وكل ده فوق مصاريف ام المدرسه، وكمان عايزاني اودي واجيب. بص بص بص، انت اللي بتندب اهو. ماشي يا حبيبتي، انا الراجل وعليا الفلوس وانحت في الصخر عشان اجيب لك انت واولادك، بس انت بقى مسؤوله عن تربيتهم ومذاكرتهم وتوصليهم والرحمه يا حبيبتي. خلاص خلاص يا حبيبي، ولا تزعل نفسك ولا تضايق نفسك ولا تتعصب ولا اي حاجه، بس بما ان انت بقى الراجل اللي بيجيب فلوس اعمل حسابك في عمودين كمان. في ايه؟ عمودين. يعني ايه؟ يعني 2000 جنيه كمان. 2000 جنيه يعني عمودين يا سوقيه؟ ايوه انا بقى سوقيه، عايزه 2000 جنيه عشان الفلوس ما كفتش وما جبت الصيفي بس ما جبتش الشتوي، وعايزه 2000 عشان اجيب الكتب و1000 ونص فوقيهم عشان الكتب الخارجيه. ده كده 5 عواميد ونص. ايوه يعني كده هنور الشارع. اه وماله، العلم نور. بص بقى، خلهم راحوا مدارس، انا هدخلهم تجريبي، هدخلهم تجريبي خلاص. حلو قوي، دخلهم تجريبي. وليه؟ لا صنايع، صنايع حلو. ولا اقول لك فكره احلى من منازلهم. وانا مالي هعذب نفسي واضايق نفسي ليه؟ هما ولادي انا واخدي، ما هم ولادك هما كمان. ركز مع زوزو، ركز. اوف فين؟ انا لقيتها يا انشي. لقيت ايه؟ الفلوس؟ لا لقيت الحل. ايه؟ اسمعي يا انشي، المثل بيقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيك. والمدرسين ليهم ايه عند الولاد غير ان هم يحلوا الهوم ورك ويذاكروا دروسهم ويحلوا كويس في الاجزام كده، محدش هيقدر يمسك عليهم حاجه ولا يضغطهم. صح صح يا روحي وحياتي، في طلعه واحده. انجز انجز يا علي، عايز تقول ايه؟ أقول يا حبيبتي نوفر فلوس الدروس وذاكري انت للولاد. نعم. وهجيب لك اللي انت عايزاه. يعني ايه مش عايزه حاجه؟ بس ايه علي، انت مش شايف كده كتير؟ اذاكر لهم واوصلهم واجيبهم من المدرسه كتير يا علي. فلوس بنزين عربيتك عليا. يا سلام، كنت مستنيه انا يعني تدفع لي فلوس البنزين. لا يا علي لا، انا عيالي كرهوني يا علي والله، علاقتي بيهم اتوترت من تحت راس المذاكره دي. لا يا علي مش هينفع. يا انجي ما فيش ضنا بيكره ابوه ولا امه، المثل بيقول لك قلبي على ولدي انفطر. ايوه ايوه كمل المثل بقى. ها وولدي عليا بينزل مطر، حاجه غريبه كده، حاجه خير يا انجي، حاجه خير. ما علينا، المهم الولاد بفطرتهم بيحبوا امهم، انت بس دلعيهم شويه، هاتي لهم شويه هدايا راضيهم وهم ينسوا. ومين بقى هيدفع فلوس الهدايا والحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ ايه يا حبيبي مالك، في ايه؟ لا مفيش حاجه يا مامي. بص بقى يا صالي، انا مش عايزاك تخاف خالص يا حبيبي، انت خلاص دلوقتي كبرت وبقيت راجل، وانا مش همد ايدي عليك تاني ابدا، وحقيقي بعتذر لك عن اللي صدر مني السنه اللي فاتت وانا بذاكر لك، واوعدك السنه دي مفيش حاجه هتضايقك مني خالص. بجد يا مامي؟ بجد يا روح مامي. وادي الشبشب اهو. اها متفقين؟ متفقين. يلا يا رحمة يلا افتح كتاب الماث وحل المسألة اللي خدتها النهاردة، مسألة المراجعة. يلا وريني الشطارة بقى. لا يا حبيبي لا، شرحناها كده، شرحناهاش كده صح؟ معلش يا مامي سوري، والله آخر مرة نسيت. معلش معلش، نقول مرة واثنين وثلاثة. يلا يا روح يلا. لا غلط برضو حبيبي، غلط غلط. ركز يا صالح، ركز حبيبي يلا. سوري سوري.
لا برضو غلط. بنتي خدناها السنه اللي فاتت، خدناها ولا ما خدناهاش؟ سوري. اتفضل ركز. سوري سوري. بطولك يا روح. لا كده كتير كده كتير، انت غبي ومتخلف وما ينفعش معاك غير الشبشب. لا سوري ما تخافش حبيبي، مارك في الكيمستري السنه دي هقعدك في البيت، هقعدك في البيت لحد ما يجي لك عدلك. ايه يا مامي الكلام الابيض والاسود ده؟ الكلام ده كانوا بيقولوه في الثمانينات، كانوا بيقولوا اقعدك في البيت واجوزك راجل يشيل همك ويريحك مننا. انت بتردي على بنت؟ قومي 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 هاتي قومي هاتي الكتب هتسقطي. يا ابني انت عبيط ومتخلف، قلت لك 100 مره الميس قالت مش جاي. سوري ولد ما بنقولش كده خالص، احنا بنقول كده عيب عيب. لا والله سوري سوري مش حاضر حاضر. اقفل التليفون ده وتعالى لما اصلح لك الماء. جد طب سلم دلوقتي يا ابني عشان شكلها كده هتقلب غم. يلا ماي ماي ماي. اتفضل وريني وريني هببت ايه. بيج 6. افتح بيج 6. صح دي صح برافو. لا دي غلط، انا مش شرحتها قبل كده ولا مش شرحتهاش. ودي كمان غلط، دي كمان غلط. وبعدين وبعد انت غبي ومتخلف وانا خلاص انا طهقت، انت مفيش فايده فيك. مامي عيب تقول الكلام ده لحد، عيب. هتربيني واد؟ هتربيني؟ بس بقى يا انجي خلينا نتفرج على التلفزيون. ايوه هو ده اللي انت فالح فيه. نعم انا بحبك يا بابي. وانا كمان يا نجم. هات بوسه. يلا قوم بقى كمل مذاكرتك. والله وحياة ربنا خلصت. خلصت ايه؟ المذاكره ما بتخلصش. قوم ذاكر الامتحان اللي بعده. هو مكرر واحد كلكم حافظينه وبتسمعوه بالنص. مكرر ايه؟ وكلنا مين؟ كلنا بعض وكل الامهات بيقولوا نفس الكلام، المذاكره ما بتخلصش روح ذاكر الاكزام اللي بعده. لا حول الله. قوم يا واد بلاش لماضه. هيييي النور قطع. وانت فاكر يعني لما النور يقطع مش هتذاكر؟ يلا قوم عندك كشاف اربع لمبات في اوضتك. ايه بابي بس انا كده عينيا هتتعب. يا ابني وانا في سنك كنت بنزل اذاكر على الرصيف في الشارع تحت عمود النور، ما كنتش بسيب الكتاب من ايدي. قديم قوي حوار عمود النور ده اللي كل الابهات ذاكروا تحتيه. ايه كلكم كنتوا بتاخدوا مجموعه مع بعض؟ هو ايه ده القديم؟ انت بتكدبني يا ولد. لا يا بابا ابدا العفو. هتلاقي جد جده قال لجده ان هو كان بيذاكر على لمبه الجاز، وجده قال لك ان هو كان بيذاكر تحت عمود النور، فانت جاي تقولي انك انت كنت بتذاكر تحت عمود النور. المفروض كلامك يبقى مقنع وصدقك، تقولي مثلا كنت بتذاكر على لمبه النيون تحت عمود النور بتاع النادي كده يعني. تصدق عندك حق. الحمد لله النور جه. بتعملوا فيا كده ليه؟ بتعملوا فيا كده ليه ها؟ هو ايه اللي ليه؟ برفع عن الولد شويه، ثم النهارده اجازه. انا اللي محتاج حد يرفع عني، يعني ايه اجازه؟ هو ما عندوش امتحانات بعد الاجازه؟ الولاد تعبانين، انت مش شايفه الولاد مسفر ازاي؟ والله ما في حد مسفر قدي، ايه رايك بقى؟ وبعدين يرتاحوا بعد كده في الاجازه لما الامتحانات تخلص. لا ما هو مش عشان تذاكري لهم وينجحوا تدمري نفسيه ولادي حبايبي، المنتاليتي بتاعتهم هتبوظ. دمر. معلش يا حبيبي اهدى، خد لك بريك، عاوز نلعب معاك. عيش بابي عيش. عيش بابي عيش. عيش بابي عيش. انت معصبه نفسك ليه؟ معصبه نفسك ليه؟ انت مالك؟ ما يتحرقوا كلهم، مش ابوهم ابوهم. انا مالي انا مالي. مساء الخير يا انشي يا حبيبتي، عامله ايه؟ اهلا يا حبيبتي، ازيك يا منال؟ ايه عامله ايه كده والولاد عاملين ايه؟ عايزه اقول لك انا والعماره كلها حفظنا المناهج على حسك، ولو امتحنا فيها هنجيب الفور ماركس. معلش بقى يا حبيبتي، انت عارفه العيال وقرفهم، ان شاء الله بكره تجيبي بيبي وتقري فيه وتطلعي عينه. وعملوا ايه بقى في النتيجه يا ترى بعد الهري اللي هروه والدح اللي دحوه والصح الدحم بوه؟ لسه حبيبتي لسه ما طلعتش والله. ازاي الكلام الفاضي ده؟ ده البنت سهى بنت اختي نهى معاهم في نفس السكول وما شاء الله عليها، جابت يعني اكسلنت في كل المواد وطلعت الاولى على الكوريدور. اخسى عليكي، اوعى تكوني يا انشي خايفه لحسن احسدهم، بجد ازعل قوي ازعل قوي قوي قوي. تحسيتي ايه فلسطين خيبه؟ لا انا كنت لسه جايه من المدرسه دلوقتي وقالوا لي لسه مش كل الجريدز بتطلع في وقت واحد.
بعد بكره ان شاء الله. وبعدين ما تستعجليش، انت والجيران كلكم هتعرفوا النتيجه باذن الله بالصوت. طب انا مضطره اسيبك دلوقتي عشان بعمل ايه؟ سميط؟ لا دوناتس، النهارده يوم الدوناتس. دوناتس ايه؟ ابنك لله، ابنك لله، انت وهبه في يوم واحد. كنتوا هل خلاص يا جماعه اتفقنا، بكره الصبح الاقي البلان بتاع مقالات كل واحد على مكتبي. يا استاذ علي احنا كده مش هنلحق، احنا اتاخرنا قوي في الاجتماع ويا دوبك نروح عشان نشوف مذاكره العيال. والله مش شغلي، مشاكل البيت ملهاش دعوه بالشغل، اللي عايزه تذاكر العيال هتقعد في بيتها وما تشتغلش. ربنا يهدك. بتقولي حاجه يا استاذه؟ لا ما بقولش اللي تشوفه حضرتك. طيب اتفضلوا دلوقتي. ايه يا استاذ علي؟ امال الاستاذه انجي فين؟ يعني بتستاذن بدري وما بتحضرش اجتماعات، على المنع خير؟ خير جدا. انجي بتشوف واجباتها كزوجه وام، دبستها في مذاكره العيال شويه وهتقدم على اجازه بدون مرتب. يلا عقبال الباقي، انا عارف هم عايزين يشتغلوا ليه؟ حد يجيب لنفسه هم فوق همه وكمان يروحوا يشتغلوا فوق شغل البيت؟ عشان يبقوا يفرحوا بقاسم امين، فاكرين ان هو حررهم وهو لبسهم في حيطه. يا لهوي ازاي؟ كبر في دماغهم فكره الخروج للعمل وهم جري وراه زي المعيز، فاكرينها جدعانه، مش عارفين ان هم بيجيبوا لنفسهم وكسه فوق وكستهم. طب لو الستات بطلوا شغل، احنا اللي هنلبس الشغل فوق دماغنا. وماله؟ ما احنا قدها وقدود، ما في رجاله ياما عواطليه وقاعدين على القهاوي، خليهم ينزاحوا ويسيبوا الرجاله تشتغل. ولا انت عايزنا احنا نعمل شغل البيت وهم ينزلوا يروحوا الشغل؟ يا استاذ سماعين مش قصدي، انا عايز اقول لك يعني ان الست نص المجتمع، يعني نعطل فرده في المجتمع ونمشي بفرده واحده، ده حتى القفه ام ودنين يشيلوها اتنين. ولا الافكار الهدامه دي مش عايز اسمعها، انت لسه عازب وعامل زي الجحش الصغير مش فاهم حاجه. يوبا بكره تتجوز وتبقى عامل زي الحمار الكبير وتفهم الكلام اللي احنا بنقوله. انا مش قصدي، انا قصدي اقتصاديا، قصدي اقتصاديا يا جماعه، مرتب واحد في البيت غير مرتبين، انا مش قصدي حاجه والله. لا اخس اخس عليك اخس، تعتمد على مرتب مراتك وتستمتع؟ اخس اخس عليك اخس اخس عليك فعلا. بقى في راجل محترم يفكر كده؟ يا ولد يا ولد، استلقط لك واحده فنانه من اللي تعرفهم، ولا واحده مقريشه كده يكون معاها قرشين، ست غنيه يعني، ها، وتكون ما بتشتغلش وتساعدك في البيت؟ يا سلام يا سلام، والعينه اللي انت بتقول عليها دي هترضى بيا على ايه يعني؟ على اوامل ممشوق ولا شعر السايح ولا لون عينيا؟ ده انا لغايه دلوقتي مش عارف لون عينيا ايه. يا لون عينيا ايه يا استاذ علي؟ حمرا. هي ايه اللي حمرا دي؟ عينيك، عينيك حمرا من التعب. لا يا سامح، ما اسمحلكش تقول على نفسك كده، انت جميل، عينيك حلوه، ها، صلعتك والشعرتين اللي فوق دول يشدوا اي انتايه في المملكه الحيوانيه. حيوانيه؟ وانا هتجوز جاموسه ولا معزه؟ ولا احنا معتمدين على الله عليك، لما تتجوز اوعى مراتك تقول لك اشتغل وتشغلها، قول لها البيت ده مملكتك وتعكها في شغل البيت ومذاكره العيال. يا حلول يا استاذ سمعه، عشان بقى تطلب مني خواتم والمظات لما العيال ينجحوا وتعكني زي ما هيتعك فيها الاستاذ علي؟ هو انا عبيط زيك؟ انا ما وعدش انجي وعد غير لما اعرف اخرج منه ازاي. انا استاذ، انا مايسترو. خلاص خلاص يا طنط، مش قادره، حاسه ان في كلاب بلدي بتهوهو في دماغي. يا حبيبتي يا انوش، انت صعبانه عليا قوي يا حبيبتي، بس هما الرجاله كده، تعملي ما تعملي مفيش فايده، لا شكرا ولا جميله. لا بس انا مستحلفه له، الولاد هيجيبوا الفول مارك في كل المواد، وانا هبله هيجي لي لحد عندي مدلدل ويشكرني. انا مش هبله، انا المايسترو. بصي يا مايسترو، انتي الهبلة. ايه ده ليه كده بس يا طنط؟ لا طبعا، انا واثقة في ولادي وفي شطارتهم، ان شاء الله هيجيبوا الفول مارك في الانجليش والعربي والماث والساينس، هتشوفي. يا حبيبتي هيجي في الهيفا ويتصدر، هيقولك بقى يا هانم ولادك جايبين في الرسم 8 من 10، وفي الهاوس كيبنج، الهاوس كيبنج جايبين فيه 9 من 10. معقولة؟ هيتلككك بقى ويحاسبن عليكي. طب وبعدين يا طنط؟ انا كل اللي يهمني طبعا ان الولاد يتفوقوا، بس انت كده قلقتيني. لا يا حبيبتي ما تقلقيش ابدا، بصي اقلبي عليه الترابيزه، اضربي من تحت الحزام، لبسيه في الحيطه. اقلب عليه اضرب كده؟ اعمل ايه يعني؟ قولي اعمل ايه؟ قولي له
بص بقى يا علي، انا من هنا ورايح مش هقدر ابدا اذاكر الاولاد، انا شغلي اتاثر جدا جدا. انت يا اما تجيب مدرسين لاولادك، يا اما تقعد انت وتذاكر لهم بنفسك كده، تبقى حطتيه امام الامر الواقع. قلت كتير، قلت كتير، بس علي معفن. قصدي يعني علي مش هيدفع فلوس لمدرسين، صدقيني انا. وبعدين زي كل الرجاله ما عندوش طقطان. قصدك ما عندوش يبشب؟ قصدك انت طول الوقت قاعده قدام الولاد مبرقه وصوتك بيتغير وجحظه كده وقعد بفرده الشبشب. بصي يا حبيبتي، انت كنت زيه بالظبط، مالكيش في المنهج ابدا، لكن انت بقى دؤوبه وقروبه، قعدتي تذاكري وفهمتي وفهمتي الاولاد ازاي؟ ما اعرفش. والله كلامك معقول قوي يا طنط، بس انا خايفه 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 علي هيضيعه. شوفي يا انوش، اعملي اضرب، مش هيقدر ابدا يغصب عليكي. وبالليل بقى ترجعي متاخر من الشغل، فاهمه؟ بيكونوا كلهم ناموا، وبكده بقى تبقي انت اتغديتي بيه قبل هو ما يتعشى بيكي. ايوه يا طنط، ممكن والله، بس لا انا خايفه خايفه خايفه، علي هيضيعهم، دول ولادي يا ناس، ولادي. يا سلام، ما هم ولاده هو كمان، ولا تشريهم السوبر ماركت يعني يا حبيبتي. بقول لك ايه، شيل الشيله كلها كده وارميها قدامه على الارض، هينزل زي البوبي، هيوطي وهيشيلها. جمدي قلبك يا حبيبتي وهتشوفي. لا قلبي الصغير لا يحتمل. نو يا انوج، خليه يحتمل يا حبيبتي، دعيه يحتمل، خلي قلبك كده استرتش، يستحمل حاجات كتيره قوي. وبعدين عايزاكي تهتمي بنفسك شويه. شوفي انا قاعده بعيد عنك، بس مكسوفه اقول لك الحقيقه، ريحه شعرك واصله لي هنا. بصي حبيبتي، انا عايزاكي تروح للكوافير يعمل لك ديكاباج، يعمل لك مندويل، يقص لك طراطيف شعرك كده، وبعدين تروح السبا. تروح السبا بقى وتدلعي انوش، الدلعي انوش، انا بموت في الدلع انا كمان. وبعدين هعمل لك ماسك لوشك من طينه البحر الميت. ميت؟ هو بحر ميت، حتى السمك اللي فيه كمان ميت. الماسك ده بقى مخلوط بزبل الحمام. هو يمكن ريحته تبقى مش لطيفه شويه، لكن اول ما تحطيه على وشك كده وترتاحي شويه وبعدين تغسليه، هتلاقي نفسك محلقة زي الحمامة بالظبط. الله الله. أمال مين اللي هيذاكر لهم؟ يعني إيه الكلام ده يعني؟ يعني زي ما سمعت كده يا علي، أنا ما عنديش أي استعداد إن هم يرفدوني من الشغل، كفاية المرتب اللي اتخصم نصه الشهر ده. أيوه يا حبيبتي، كان على عيني، بس انت عارفه انا ماليش في مذاكره العيال والحاجات دي، وبعدين ما بفهمش في المناهج بتاعتهم، بشرح لهم ايه يعني؟ خلاص ولا تتعب نفسك خالص، ياخدوا دروس. طب ولو جبت لي خاتم وفستان؟ خاتم وفستان؟ اخص عليك يا علي، اخص عليك، هو انا برضو مستنيه خاتم وفستان؟ انا كل اللي يفرق معايا مصلحه الولاد، ويا حبيبي يفرق معايا كمان مصلحتك انت. ايه لازمته دروس خصوصيه وفلوس قد كده ملهاش لازمه؟ انت يا علي انت تذاكر لهم، انت ابوهم وليك هيبه وهيخافوا منك. الولاد يا علي بيستهزئوني، بيستهزئوني يا علي. وبعدين انت مدير تحرير قد الدنيا، بتدير مؤسسه صحفيه، مش هتقدر على شويه عيال. يعني ايه الكلام ده انجي؟ يعني ايه الكلام ده انجي؟ يعني احنا ما اتفقناش على كده انجي؟ يا انجي 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 باي انجي باي انجي 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 يا مفترية. سأل دي ايه؟ ايه رهوي؟ تا 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 تا، صباح الفل على اجمل علوة، سلامات يا مايسترو. بتضحك عليا يا جير، جبت لي اللي قلت لك عليه ولا فاشل كالعادة؟ عيب يا مايسترو، وانا مايسترو زيك؟ اتفضل. لا لا لا، لعلمك علوة، فضلت لازق للواد بتاع الميكروباص لما عمل فردتين ورجع وجابهولي. قرص واحد هيخليك تربك 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 فوق، هيخليك تزنر.
لكن قرصي وتزود هيخليك تزمر. أزمر؟ ده أنا دماغي بقى فيها كل آلات النفخ اللي تتخيلها. أنا اتنفخت يا سامح ولسه هتنفخ. وعمال تقول لي أنا المايسترو ومسيطر على الإيقاع، أي طبلت على دماغك يا تاعب. بلاش غلبة، جبت لي بقية الحاجات؟ آه طبعًا. اتفضل يا أستاذ. آدي لستة بجميع أسماء المدرسين اللي طلبتهم بنمر تليفوناتهم، بس عايز أقول لك حاجة، دول بيدرسوا لأكبر نجوم المجتمع. الأولاني هو اللي خلى شعبولة خد الإعدادية، والتاني اللي خلى مدام تيتي شنبه بتفك الخط في شهر واحد. على الله يفك نحسنة كمان ويجعل في وشه بيقول. بس أنا عايز أقول لك حاجة حلوة، دول متخصصين في محو أمية الكبار، مش هينفع الولاد في حاجة. أنا مش عايزهم يدرسوا للولاد، الولاد والحمد لله أنا بذاكر لهم. أمال تعبتني ليه وخليتني جبت لك الأسماء دي كلها؟ دول عشان يدرسوا لنا عشان أذاكر للولاد. يا بنتي اهدي بقى، تتهزي كده ليه؟ خيلتيني عامله زي الفرخه الدايخه. هموت من القلق يا كوكو، هموت من القلق على العيال. ليه بقى؟ هما بيعملوا ليه وز؟ دول بيذاكروا، وبيذاكروا مع ابوهم مش مع اي حد تاني. هي دي المشكله، انهم بيذاكروا مع ابوه. عارفه لو بيذاكروا مع مغاوري البواب ما كنتش قلقت كده. ليه يا بنتي؟ هو ابوهم ده ساقط اعداديه؟ ما هو مدرس قد الدنيا وبيدرس لطلبه صحافه، هيغلب بقى في شويه عيال. انتي اصلك ما شفتيش بيعمل ايه في العيال، بس كلهم الحزام 24 ساعه، والعيال يا حبه عيني عمالين يبصولي يستنجدوا بيا وانا مش عارفه اعمل لهم ايه. وانا طبعا كنت فاكره نفسي غوريلا، كنت فاكره نفسي مفتريه، طلعت غلبانه. كلنا اتربينا كده وتعلمنا كده، خليهم ياخدوا مذاكره جد شويه. يا سلام، انتي عايزاه يعقد لي العيال ويكرهوا الدراسه؟ ادينا اهو شايفانا عدلين قوي ولا فلاحنا. عندك علي ابوه عقدهم الحساب، اول ما يشوف ارقام يهنج. يا عين امه لسه بيعد على صوابعه لحد دلوقتي. وانت فاكراه يعني دخل ادبي ليه؟ من حبه في الادبي ولا حاول اعلام ليه؟ من حبه في الصحافه ابدا. عندك انا اهو كمان الفيزياء والكيمياء بالنسبه لي زي الصيني بالنسبه لك بالظبط. بقول لك ايه، دول ولاده مش هيموتهم يعني. وبعدين في حد في الدنيا يطول؟ متهيالي انت الست الوحيده اللي في الشرق الاوسط اللي دبست جوزك وخليتيه يذاكر للعيال. تصدقي انت ممكن يتعملك فان بيج على الفيسبوك والستات كلها تقلدك. فان بيج؟ هستفيد ايه انا بالفان زفت دي لما عيالي يفشلوا؟ ايه الكابه اللي انت فيها دي؟ هينجحوا ان شاء الله. وبعدين في حد يطول؟ شايفه نفسك؟ رديتي، وشك حلو، شعرك طويل، رايحه جايه براحتك، في حد طايل؟ مش قادره، مش قادره يا كوكو، اريده حلا. بصوا بقى يا جماعة، هلا هلا عالجد والجد هلا هلا عليه. أستاذ علي ده برضو أبونا، وأستاذة إنجي دي برضو أمنا، وإحنا عايزين زيتنا يبقى في دقيقنا. زيت ودقيق؟ تكونوش جايين تطلبوا إيد ماما لبابا؟ لا يا طنط، إحنا طالبين يد لموسى عزم. ما شاء الله، إحنا خلاص مش قادرين نستحمل، بابي مبهدلنا ومش عارفين نفهم منه أي حاجة خالص، وجبنا له صحابنا عشان يتكسف يضربنا بالحزام قدامهم ويخف من علينا شوية، والصراحة خف من علينا خالص وركز معهم هم قوي عشان أهاليهم بيدفعوا كويس. إحنا خلاص مستقبلنا أصبح على المحك. محك؟ ها رجاء العيال جايين يحكحكوا عندنا. بصوا بقى، أنا كلمت ماما وأنا مقتنعة تماماً إن هي أحسن واحدة تذاكر لكم، بس هي بقى راكبة دماغها وبتقول إن كنتوا بتتعبوها. والله العظيم يا طنط حرمنا، خليها هي بس ترجع واحنا هنلم التعابين. أهو تلموا التعابين؟ التعابين إيه؟ إيه العيال دول؟ يا عيال يفهموني، ماما مش زعلانة منكم عشان ما بتذاكروش، زعلانة عشان قلة أدبكم. أيوة، هتذاكر لمين؟ واحد هجام والتاني مسجلة خطر. خلاص يا أنكل، والله أوعدك إنها لو رجعت تذاكر لنا تاني هتلاقي قدامها باربي، سندريلا، سنو وايت. وأنا كمان أوعدك يا أنكل هنا تاني حمل وضيع. وضيع؟ رجاء، سي دي زغون بوبا سي بابا بلو. سي نو 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 سي بابا مي إي. جو في أدومي، أنو. أتون ويلي، أتون يا سمير. بس على فكرة بقى، وضيع دي لابسة عليك قوي. لا شكرا يا أتون، مش محتاج لبس، معايا كتير في البيت. يلا بس اقنعوها انها ترجع تذاكر لنا واحنا عندنا حل هيرضي جميع الاطراف.
احنا نقسم المواد من بابي ومامي. المواد اللي هي صعبه قوي نخلي مامي هي تذاكرها لنا، والمواد النص نص برضه نخلي مامي تذاكرها. بس بقى يا سولي بطل هزار، احنا نخلي بابي يذاكر لنا الرسم كفايه قوي، ومامي تذاكر لنا بقى بقيه مواد المنهج كله. يا حبيبتي يا انجي ربنا يعينها عليهم، ويا بخت من رفق راسين في المذاكره. يا رجاء معايا فريرو جاكو فريرو جاكو دومي بو دومي بو سولاني ماتينا سولاني ماتينا عدين داندون سمير عدين داندون. عارف ساعات بعد اللي بشوفه ده بحمد ربنا ان انا وانت ما خلفناش. انا اللي كنت عايز اعترف لك يا حبيبتي من يوم الزفه واحنا لابسين لبس الفرح انا اساسا ما بخلفش، بس ممكن نستلف. مساء الخير يا ستي انجي، كويس يا اختي ان انا لقيتك. خير يا هبه حبيبتي، في حاجه؟ الا قولي لي يا اختي، انا سمعت ان الاستاذ علي اسم الله عليه بيذاكر للعيال كده بغباوه وبيرقعهم علقه وبيضربهم بالحزام، الكلام ده صحيح؟ صحيح صحيح يا هبه، والعيال يا عيني صعبانين عليا قوي مقطعين قلبي قلب امهم. يا اختي ما يصعبش عليكي غالي، هي العيال الصغيره المقاريض دي كده، ان ما كنتش تدبيهم على قلبهم مش هتعرفي تشكميهم. استني. لا يا هيب خلي فلوسك في جيبك، حبسي مستوره والحمد لله. لا ده انا عايزاك تاخدي البت اسراء بنتي عندك عند الاستاذ علي في المجموعه اللي هو عاملها تدخليها بنفر، قال البت دي خلاص مطلعه عيني. خدي خدي. انت موافقه ان بنتك يتعامل فيها كده، يتذاكر لها بالتخلف ده وتتضرب بالحزام وتتكسر دماغها كمان؟ قال على راي المثل اكسر البنتك ضلع تعيش عرجه بصح، بس انت كأم تعيشي كده رافعه راسك. لا يا هيب حبيبتي خدي، انتي لو عايزه تكسري لبنتك ضلع حبيبتي عودي عليها، انما تجيبلناش مصيبه. معلش بصي خديهم بس اديهم للاستاذ علي وهو ما يشوف الفلوس هيوافق. هبه هبه حبيبتي انا مفروسه وفيا اللي مكفي، اتكلي على الله. ماشي شكرا قوي يا ستي انش، سلام عليكي. لك لله انتي وجوزك في ساعه واحده وعلي فوقيكوا. صحيح هو ابيض وما بنفهمش منه حاجه، بس عني يا خرابي على عني عني، بس مستر علي ده كله على بعضه كده اصلا نص. عندك حق والله. صح، برافو يا عيسى. توجيهاتك يا استاذ. ايه يا حبيبي؟ توجيهاتك. ايوه توجيهاتي. خد بقى ال 15 مسألة دول حلهم في 5 دقايق. حاضر يا استاذ. بموت في زنات صديقي. ده سعيد ابو بكر. سعيد ابو بكر انت كمان. دقيقة واحدة اشوف مين على الباب. مالك؟ العقيني يا طنط، العقيني يا انكل سمير. في ايه يا بنتي؟ قولي لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ ايه يا بنتي؟ علي عور حد من العيال؟ علي والعيال هيضيعوا مني في خبطه واحده. البي قلبني البيت مركز دروس خصوصيه، وبقى خلاص مهمل في العيال. العيال ما بقتش فاهمه اي حاجه خالص، والدور والباقي على البنات المفعيس اللي بيعكسوا البيت. اتس يور فوت. انت اللي غلطانه يا حبيبتي، ما فيش ست ابدا بتحترم جوزها وبيتها واولادها وتقول لجوزها انا خلاص مش هدرس لاولادي، انا هتفرغ لشغلي وتنشغل عنهم. والنبي ايه؟ اتس يور فولت؟ مش انت اللي قلتيلي اقلبي عليه الترابيزه واديله تحت الحزام ولبسيه في حيطه؟ قلتي ولا ما قلتيش؟ مش فاكره. مش فاكره؟ لا انا افكرك بقمرت لما قلتيلي حطي يا انجي ماسك زبل الحمام، قلتيلي ولا ما قلتيش؟ قلتيلي هيجيب نتيجه فظيعه. المهم بعد ما حطيتيه مش حسيتي فعلا انك انت طايره؟ طايره؟
بتاخد في 60 داهيه. بصي يا انجي حبيبتي، الموضوع ده وراه رجروكتي. انت خنزقوره يا عفريت انت. الولاد كانوا فعلا عندنا الظهريه وقعدوا يترجوني ان احنا نتوسط نخليكي تذاكري لهم. ايوه والله والله قطعوا قلبي خالص، صعبوا عليا. بصي هما تعهدوا قدامنا ان مش هيعملوا اي حاجه ابدا تزعلك. هو بصراحه الموضوع لازم يتقسم بينك وبين جوزك. انت تدرسي لهم حاجه وجوزك يدرس لهم حاجه. انا مستعده اعمل اي حاجه عشان مصلحه الولاد. قلب امهم. هي بتعيط ولا بتزيق؟ في ايه؟ الو الو، ممكن اكلم استر علي يا شاطره؟ شاطره مين عايزه؟ انا مين؟ كنت عايزه اسال لو مستر علي بيدي ثانيه تمريض. لا مستر علي ما كملش تمريض. ما كملش تعليم. يوه بيدي ابتدائي واعدادي بس. طب هو سنجل؟ سنجل؟ قصدي هو قصدي معهد سنجل؟ لا مش معهد سنجر. وعايزه اقول لك حاجه، مفيش حد هنا اصلا بالاسم ده، وما تتصليش انا تاني. ايه ده يا انتي اعصابك؟ وبعدين انتي مش لسه قايله؟ قلت ادب. بحبك قوي يا مامي. طيب خلاص هتموتوني. والنبي يا مامي ترجعي تذاكري لنا تاني. او النبي يا مامي ده احنا هنضيع من غيرك. ولسه ما ضعفتش. ومن غير ما تقولي اي حاجه، وحياه الضيقه اللي احنا فيها دي مش هنتعيدك تاني في المذاكره. اه والله يا مامي، وهنقعد زي البوبي. زي البوبي اكيد. نو نو نو. في ممكن نورمال 120 على 80. انت 320 كويس على 380. يا لهوي يا لهوي، ده هتفرقع هتظنهر. يا لهوي، انا المشكله ان انا خدت حبايتين مقويات عشان اقدر اسد. انا فتحت على نفسي فتحه كبيره قوي يا دكتور، انا مش عارف جرالي ايه. هو واضح انك تعبت من المسؤوليه. تعبت من المسؤوليه؟ انا عندي دروس وعيال وبلاوي سودة. ده انا بيني وبينك خايف العيال تضيع. واللي يقول لك على فكره جهنميه فكره عنتريه شويه. ابوس ايدك قول لي عليها عشان خاطر انجي ترجع تذاكر للعيال تاني. يعني ارمي عليها يمين الطلاق مثلا؟ لا لا، انت ليه عنيف كده واجريسيف قوي؟ مش انت قلت عنتريه؟ ايوه، انت ما تاخدش من عنتريه الا غشوميته. الراجل كان هاري عبلة شعر في الجاهلية لحد ما فضحها في القبيلة. انت ايه؟ ما درستش محفوظات؟ لا ما درستهاش دي. بس ايه رأيك يعني افضح انجي في انهي قبيلة؟ سيبك من عنتر دلوقتي. انساه. خش على نزار قباني. البسه؟ انا ما اعرفش مقاس نزار كام، انما لازم تلبسه. اوكي. وإذا كان في مكان البس جنبي دمس رصص ده كمان البسه؟ هتلاقي مكان تاني كمان لكاظم الساير. حلو. لا ما انت جيت تستحمل. اوكي اوكي. بص بقى، لو في مكان بقى وده من مصلحتك، ازنق شعبان عبد الرحيم معاهم. عشان تعرف تقول ازاي ان ايه ان 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 اه وايه. يبقى خلينا في الشعر بس خلاص. لقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند. بيض من الهند؟ ايه الأفورة دي يا علي؟ ما في بيض عند شعبان تحت. وبيض الهند تقطر من لمي. حبيبتي مراتي وام عيالي، كنت فاكرني اب مثالي هقدر اشيل الحمل لوحدي، وكان مجهودك ولا على بالي. لا
بس انا من غيرك اهو مسواش حبيبتي وعنك ما استغناش هساعدك وانتي كمان ساعديني اردي عليا يا روح في بلاش انا اسف حبيبتي والله ما اعرف اعمل اي حاجه من غيرك انتي اغلى حاجه في حياتي في حياتنا كلنا انتوا كمان انتوا كمان اغلى حاجه في حياتي بحبكوا قوي طب يا حبيبتي يلا قومي اعملي كوبايه شاي بقى عبال ما اخد دش لا بقى انا كنت مبسوطه وانا زعلانه اكتر